وجاء في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قام ليلة، قيام الليل، قام ليلة صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ هذه الآية: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. ولذا قال ابن القيم وغيره من أهل العلم: إذا قرأت القرآن واستوقفتك آية أثرت فيك، فهمتها، تدبرتها، وجدت أثرها على قلبك، أعدها وكررها مرتين وعشر ومئة، كرر هذه، فإنه خير لك من ختمة. لأن المقصود في النهاية أن ينتفع هذا القلب، أن ينتفع بهذا القرآن. ولذا كرر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية طوال الليل، قيام كامل: إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، يرددها، يتدبرها صلوات ربي وسلامه عليه.